رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا فقرتنا التانية من فندق كترة. النهاردة بقى معانا نموذج حلو قوي. معانا شخص كافح وابتدى من الصفر زي ما بيقولوا، وقدر يحقق اسم في وقت قليل ويعمل شهرة في مجاله. معانا النهاردة أستاذ إسلام، أهلا بيك. أهلا بيك. عرفنا بنفسك. إسلام صاحب فرقة حفلات وتنظيم حفلات للأطفال كريزي بارتي شو، يعني عبارة عن تنظيم حفلات للأطفال، كاركترز، شو عرايس، أراجوز، ساحر، كل الفقرات اللي تلزم للأطفال. أنت بتقدم الفقرات دي سواء بقى في حفلات أو في أعياد ميلاد أو أي شو خاص بالأطفال؟ أي شو خاص بالأطفال. جات لك منين الفكرة أن أنت تدخل المجال ده؟ هي جات لي الفكرة من 15 سنة. ياه. كنت كان عمرك كم؟ 12. 12 سنة؟ 12 سنة. الفكرة كلها ان انا دخلت المجال من خلال الشغل، كنت بلبس كاركترز الاطفال وبحب ان انا العب معاهم، بروح على طول مستشفى 57 357 دايما. غير كده بدأت ان انا افكر ان احنا نطور في الشغل شوية، بحيث ان انا مش حابب ان انا افضل مستمر ان انا شغال عند حد يعني، او بشغال في مكان واحد. فيعني لفيت كتير في مكاتب، وبعد كده رحت جاي عملت مشروع من نفسك بقى. بدأت ان انا اعمل حاجة خاصة بي انا. بس طيب قول لنا بقى الشو بتاعك بيتكون من ايه؟ هو الشو بتاعي بيتكون من على الاقل 15 فقرة، اللي هي شو العرايس فقرة لوحدها، اراجوز. احنا كنترول برضو هينزل معانا كده صور من شغلك. تمام، اوكي، مفيش مشكلة. شو العرايس والساحر والاراجوز، ممكن المهرج، الدي جي، فيس بينتنج، فوتوغرافر، فيديو، نططات، غزل اوفشور، جميع الفقرات اللي هي تلزم من السيرك الكامل للاطفال، دي كلها خاصه بشغل الاطفال. طبعا اي حد حابب يتواصل مع اسلام هيلاقي ارقام الفون والفيسبوك بتاعه تحت على الشاشه. طبعا احنا النهارده حابين نشكره على المساهمه الانسانيه الجميله اللي قدمها لنا النهارده، ولا علشان نعمل الحفله الجميله للاطفال اللي معانا دي. حابه كمان يا اسلام اسالك، ايه المشاكل اللي واجهتك في المجال ده؟ اكيد المشاكل اللي واجهتني اصحاب المكاتب اللي هي بتبقى منافسه ليا، يعني هو بتبقى منافسه من خلالهم بتبقى غير شريفه جدا. فانا بالنسبه لي ان انا باخدها ان هي عاديه بالنسبه لي، لكن بالنسبه لهم هم بياخدوها ان هي حاجه كبيره جدا. بس هي المنافسه بتبقى عاديه في جميع مكاتب شو العرايس او تنظيم حفلات عامه للاطفال. بس هي إيه الحاجه اللي ممكن تضايق الانسان، ان هو ممكن يقابل حد يعتبره صديق، حد بيسرق شغلك او بياخد صورك بينزلها بيخش عادي. هم على طول بيخش على الصفحه عندي وبيكلموا العملاء وعادي، مفيش مشكله. انا العميل اللي هو مضطر ان هو يجيب فرقه جديده او حاجه، انا كده كده يعني ما فيهاش فرق كبير انا او هو، المهم ان هم الاطفال تبقى سعيده بالحفله. بس والله دي حاجه جميله منك عليها. طيب خليني برضو اسالك على الباكج بتاع العرايس، يعني هل اكيد انت بتبقى عامل باكجات خاصه بالفقرات اللي انت بتقدمها؟ ايه الباكجات دي؟ ممكن نوضحها للمشاهدين. احنا بنعمل باكجات للاطفال او كمساعده للعميل، لان الظروف اللي فيها البلد ما بتسمحش للعميل ان هو ممكن يحجز حفله مثلا ب 2500 او ب 3، فهو ما بتسمحلوش ان هو يحجز حفله زي كده. فانا بضطر ان انا انزله نص الثمن في الحفله، لان عشان خاطر ان انا اساعد، وغير كده ان انا اسعد طفل بس. فانا هو الفكره عندي ان انا بعمل مثلا يعني باكج شو عرايس مثلا مع الدي جي، مع الاراجوز، مع الساحر، ده بيبقى نازل بنص الثمن، بنعمله باكج لوحده. ممكن 1000 مثلا، 1000 و1500 1200 بس، ده اقصى حد ليه. طيب تمام. غير كده ممكن نعمل عرض تاني مثلا شو عرايس، اراجوز، مهرج، دي جي، برده نفس السعر. يعني احنا بنبدل لهم الفقرات. لكن بقى لو هتعمل الفقرات كامله بيكون 2500. لو الفقرات كاملة بتبقى حسب الوقت وحسب برضو المكان وحسب ان هو عايزني اشتغل قد ايه عنده. طبعا بيفرق بقى مثلا مكان العميل، لو مثلا سفر او في بلد بيختلف الموضوع. تمام، بيختلف السعر، بس هو برضو بيبقى ايه الفرق مش كبير جدا، هي بيبقى الفرق كبير الانتقالات، بس فرق الانتقالات للسيارة اللي هتنقل الحاجة بس. طب لو مكان بعيد برضو، يعني مثلا محتاج مثلا باص زي شرم او الغردقة او الكلام ده، برضو بيختلف برضو سعر قليل برضو اللي هو انتقالات. احنا ما بنعليش على العميل، لان بنحب ثقة العميل عندنا في المكتب. يعني الحمد لله احنا ممكن اكون انا من
ضمن الفرق الناجحه جدا. مش هقول ان ده غرور، لكن هي دي ثقه فعلا، ان انا في المكتب عندي ناجح بدرجه ان هو ممكن يكون 80%. ايه الخطوات اللي نفسك تعملها بعد كده؟ الخطوات اللي انا ممكن اعملها ان انا اطور من شغلي اكتر من كده، لان انا بجد انا لحد دلوقتي ما شفتش حد خلاني وقفت قدامه كده اديته شابوه او بهرت بشغله قدامي، لان انا ما شفتش حد بيطور في شغله اكتر. لكن انا دايما في تطور، سواء بنزل فقرات انيميشن، تيم انيميشن جديده، شخصيات 3D، بفكر ان انا انزل فقرات جديده. فبالتالي انا ما بشوفش حتى مثلا صاحب مكتب ينزل في مكان واكون انا برضو شغال فيه، فما بلاقيش وجه مقارنه بيني وبينه. ببقى انا كده كده بستناه ان هو يشتغل عشان انا ابتدي اني اخلي الناس كلها تبقى معايا انا، مش اللي هو اخلي مثلا جزء معاه وجزء معايا، لا انا بسيبهم ما يشتغلوا في الاول وبعد كده انا بشتغل. دي الميزه اللي هي مثلا في صاحب المكتب او الدي جي اللي نازل يشتغل الحفله، فاللي هو الفكره ان انت ازاي تطور وازاي تخلي العميل اللي قدامك في اخر الحفله ان هو يديك شابوه ويقول لك شكرا. واحنا بنشكرك جدا على مساهمتك وعلى انه جواك ابيض كده. وبشكرك يا اسلام، وهنخرج ناخد كلمه من مستر احمد عبد الحميد بخصوص الحفل الأنشطة اللي اتقامت النهاردة واللي كان الفندق سبونسر ليها. أشوفكم بعد الفاصل. ومعانا مستر احمد عبد الحميد المدير المالي والمقيم لفندق كاتاركت الهرم. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. انا بشكرك جدا على يعني ايه الجمال اللي انتوا عاملينه النهارده ده. لا العفو العفو، الفضل يرجع ليكم طبعا، انتوا اللي شجعتونا وانتوا اللي نظمتوا وجبتوا دار الايتام ده، واحنا قدمنا لهم المكان ان هم يتبسطوا ونشوف الفرحه في عينيهم، واحنا سعداء جدا لما شفنا الفرحه في التفاعل مع حضرتك مع الاستاف ومع الناس، والناس زي ما انت شايفه يعني فرحانه بهم جدا ان هم يعني ونعمل عمل انساني استكمال العمل الانساني اللي بيعمله المستر عبد السميع عبد الغني صاحب الفندق والانسه اميره نائب رئيس مجلس الاداره. يعني والله انا بشكرهم جدا على ان هم بيساهموا في حاجه كويسه تتقدم للاطفال، ويا ريت كل حد عنده مكان او عنده امكانيه باي شيء انه يدخل بصمه على الاطفال دي، اكيد هتبقى حاجه كويسه. الاطفال دي مش محتاجه ماده قد ما هي محتاجه مشاركه. طبعا طبعا، يعني لما نشوف البسمه عليهم والفرحه دي والاولاد مالين الفندق وعاملين فرحه في المكان، يعني دي طبعا بالدنيا يعني الجست او النزل. لا زي ما انت شايف الجست تفاعل معاهم والله، والجست يعني مش حاسس ان هم دار ايتام ولا حاجه، لا هم فكرهم جست عادي واحنا بنعاملهم عادي جدا يعني وفرحانين بهم جدا. دي نقطه مهمه جدا يا مستر احمد كمان، انه الاطفال فعلا دول ليهم علينا حقوق مهدره جدا. يمكن ده هيخليني اتكلم معاك في نقطه انه الاطفال دي لو احنا من البدايه عدلنا قانون الطفل المصري اللي بيتكلم ان الطفل ساعه الولاده بدل ما هو بيصدر ليه شهاده ميلاد فقط بس، ليه ما يتعملش مثلا قانون يتعدل في الدستور انه لا الشهاده دي ما بتدلش على اي بيانات او محتوى للطفل ده، فبيبقى من السهل انه يتخطف، بيبقى من السهل حتى انه لو اتاخد او اتسلم في اي دور ما نقدرش نتعرف عليه او نوصل لاهله لانه اسم لكن ما بيدلش على صفات الطفل ولا اي شخصيه ليه. لكن لو اصدرنا مثلا او طالبنا بتعديل قانون بسيط، القانون ده يكون فيه يضاف فصيله دم الطفل
يضاف مثلا بصمة القدم، لان دي الوحيدة اللي بتفضل ما بتتغيرش مع الطفل. فلو احنا قدرنا مثلا نعدل القانون ونعمل فيه حاجة زي كده، ودي حاجة مش هتكلف الدولة كتير قد ما بتكلف ارواح للأسف طبعا بتبعد عن اهلها، واطفال ممكن يتأذوا ويتجهوا اتجاهات سيئة او مثلا يتاجر بيهم. تمام. فلو احنا قدرنا نعمل حاجة زي كده، حضرتك شايف ان دي هتكون لا شك طبعا يعني ان هي دور المجتمع ان هو رعاية الاطفال وخاصة الايتام، يعني عشان هو الطفل يعني هو ده اللي هيبني المستقبل. فدور الدولة ودور المجتمع، واحنا بنقدر من خلال مثلا فندق كاتاركة الهرم اللي نقدر نعمله عليه للدور والأيتام بنقدمه. انما القوانين والتشريعات دي بتبقى ليها مجالاتها يعني في مجلس الشعب والدولة كده يعني، ومن خلال برضو البرامج الإعلامية زي بتاع حضرتك كده، ونتكلم على القوانين دي. فياريت تتفاعل وياريت المسؤولين يسمعوا يعني، والله يعني احنا بنشتهم الموضوع مش هيكلفنا كتير. نعمل حملة زي الحملات بتاعت وزارة الصحة فيروس سي، والحملات دي هتحد كتير جدا جدا من كمية الأطفال اللي تلات أرباع الأطفال دي بيكون ليها أهالي ممكن يكونوا اتخطفوا وهم صغيرين ما بيقدروش يستدل عليهم. لو عملنا بيج كبيرة على السوشيال ميديا وجمعنا فيها كل طفل بيسلم لدار يتصور بالتاريخ والملابس اللي جه بيها والواقعة، ويتحرر المحضر ويترفع أول بأول على البيج ده ويتنشر نشرة بيه في كل دور الأيتام، أكيد هيبقى سهل على والده أو والدته أنه يحاول يوصل له. أكيد هنعرف من فصيلة الدم، أكيد هنعرف من بصمة القدم. أنا دلوقتي لو خدت الطفل ده وصفرته بره وعملت له باسبور أنه ابني، محدش هيعرف. لكن لو في فصيلة الدم لا مش هقدر، لو في بصمة القدم مش هقدر. فإحنا من خلال برنامجنا بنناشد المسؤولين، يا جماعة الموضوع ده مش هيكون مكلف كتير قد ما هيدخل سعادة على ناس كتير قوي، وهيحد من مشاكل وهيغير اتجاه حياة أطفال كتير قوي 180 درجة. أشكرك يا مستر أحمد. أهلا بيك وشرفت والله، وريت تكرر الزيارة دايما على طول طبعا. وإحنا تحت أمركم في أي حاجة يعني والله يعني. فندق كاتاركت إنه سمح لنا النهاردة إنه يكون اللوكيشن من موقع الفندق عنده. طبعا الموقع الفيو بتاعه جميل جدا زي ما احنا شايفين، فيها حاجة حلوة. وأشوفكم إن شاء الله معنا بعد الفاصل. بشكركم. رجعنا بعد الفاصل ومعانا مهندسة الديكور أروى محسن، اللي هتكلمنا ازاي نختار الشقق بتاعتنا ونصممها بأحسن شكل ونستفاد بيها بأكتر شكل ممكن. أرحب بيك. أهلا بيك يا ثورة، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. النهاردة انت معانا بقى، فعايز استفاد منك بأكبر قدر من الأسئلة اللي بتواجه المشاهدين بتوعنا. أول سؤال، أنا لما أجي أختار أشتري شقة، ايه العناصر أو الحاجات اللي ممكن أراعيها وأنا بشتري الشقة دي؟ بصي، في ثلاث حاجات مهمين جدا. اولا لازم اكون مقرره عدد الاسره بتاعتي قد ايه، وابقى عارفاها كويس، فاشتري الشقه متناسقه مع عدد افراد اسرتي. يعني لو احنا مثلا زي اربع افراد، غير لما نكون سته، غير لما نكون ثمانيه عايشين مع بعض. في اسره مثلا بيبقوا عايشين زوج وزوجه واربع اطفال واب وام مقيمين معانا، فلازم اشتري شقه مساحتها فيها اربع اوض مثلا منفصلين علشان تبقى مستوعبه عدد افراد الاسره دي كلها. غير لما البادجت بيحكمني. ما هو البادجت بيحكمني، بس لازم اكون
اكون محدده بقى النقطه الثانيه، ان انا اختار مستوى اجتماعي عالي جدا، فمثلا البادجت بتاعتي دي زي مثلا معايا 1,000,000 هجيب بيهم الشقه، اجيب بيها شقه جوه مدينتي او اجيب بيها جوه كومباوند او اجيب بيها حاجه ولو هي صغيره بس في مستوى اجتماعي عالي، او هختار في عمارات اهالي مثلا جوه مدينه نصر او جوه مكان عادي جدا ولكن هي مساحه اكبر. فدي نقطه مهمه الى جانب عدد افراد الاسره مع بعض. النقطه الثالثه اللي معاهم موقع الشقه فين، لازم يكون قريب من كل الخدمات اللي انا بعملها، يعني شغلي، شغل الزوجه، شغل مدارس الاولاد، جامعتهم، كل الكلام ده. ما ينفعش احنا نكون من سكان مثلا 6 اكتوبر وشغلنا في مدينه نصر او العكس، فوق حتى لو ترانسبورتيشن ووقت ضايع وخدمات اكتر وهكذا. كمان لازم اكون قبل ما اجيب مثلا عقار جوه كومباوند لازم يكون معايا عربيتين عشان عشان اودي ولاد مدارس لو الباصات ما بتوصلش لهذا الكومباوند، محتاجه حاجات من السوبر ماركت، محتاجه اروح واجي، فلازم يكون الاسره بتمتلك اكتر مثلا من عربيتين عشان يقدروا يتحركوا بسهوله ويعرفوا يقضوا احتياجاتهم، ما يحسوش ان هم اتقطعوا في كومباوند مختلف. طب انا لو الامكانيات دلوقتي تسمح معايا، ايه الافضل، ان انا اجيب فيلا ولا اجيب شقه دوبلكس ولا اعمل ايه؟ بصي، هو طبعا لو عدد افراد الاسره كتير فوق 6 افراد يستحسن ان انا اجيب فيلا، بتسمح ان يبقى في متنفس اكتر للافراد، يعني في حد قاعد فوق وحد قاعد تحت، عندنا حفلات، عندنا حاجات، في حركه. لكن في اسر اصلا هم بطبيعتهم عندهم طفلين مثلا فقط لا غير، او ولد وبنت مثلا، فده عدد صغير قوي على انه يعيش في فيلا، فممكن الشقه بالنسبه لهم تبقى اميز. احنا عندنا الشعب المصري الوحيد اللي بيهتم انه يجيب حاجه يجيب مساحات واسعه جدا عليه، مش مهم ما بيستخدم الاوض دي ما بيستخدمهاش، ممكن فعلا تفضل مقفوله طول الوقت. دي بقى المشكله. والدوبلكس بقى هي حاجه في النص، ولا هي حصلت فيلا ولا هي حصلت شقه، هي احيانا بتبقى دور بدروم وارضي، وطبعا ده بيبقى ليه مشاكل بقى كتير جدا، رطوبه ومش داخل له الشمس، وبيبقى فيه مشاكل في الصرف الصحي بتاعه وحشرات وحاجات والدنيا مش لطيفه، بلس ان هو مساحته مهدره، يعني زي ما نشوف مثلا في الصوره دي مثلا دوبلكس، هتلاقي ان المساحه فيها برغم ان هي كبيره بس هي مهدره. ليه بقى؟ جزء محطوط تحت، ولازم طبعا تعملي تويلت ومطبخ تحت واوضه مثلا، وفوق تلاقي نفسك ما بين اوض وميني كيتشنات. طب ما انا عشان اوصل للمطبخ لازم انزل تحت ولازم اطلع فوق. بلس ان الصوره الثانيه الدور الثاني بتاعها، فهتلاقي كور السلم اصلا واخد من المساحه، فمضيق لك الدنيا، ولا انت عشتي فوق ولا انت عشتي تحت، ما خديش مميزات الفيلا ولا عشتي في شقه حلوه. طيب لو في شقه مثلا انا اشتريتها، انا شايفه مساحتها كبيره في التخطيط بتاع الرسم بتاعها الهندسي، بس لما بدخل الشقه بحس انها صغيره مهدره، في حاجه غلط. ليه بقى؟ يعني وانا بشتري الشقه مثلا بروح اقول للشخص بتاع المبيعات انا عايز شقه 160 متر 170 متر، زي الشقه مثلا اللي هنشوفها في الصوره، هي اسما 160 متر، هي اسما 160 متر، بس هي في الاخر فيها طرقه طويله جدا مهدره عدد من الامطار كبير، بلس ان هي التقسيمه بتاعتها هتلاقي في الاخر الاوض صغيره والريسبشن صغير، هي اسما 160 متر لكن هي في الاخر مش مستغله صح، فيها مساحات مهدره كتير، فانا لازم اتجنب من البدايه البلان المهدر ده علشان ما يضيعليش مساحه وابقى شاري عدد امتار على الفاضي. بالظبط، اشتريت ودفعت عدد امتار كل متر بمبلغ، فلازم نحافظ عليه. طيب عايزه اعرف بقى اختار لما انا اجي مثلا دلوقتي خلاص وقع اختيار على شقه، اختار اللي الليفنج بتاعها كبير والريسبشن مثلا بتاعها حلو قوي وكبير وواسع والاوض صغيره، ولا العكس؟ مشكله بقى الشعب المصري ان هو بيحب المظاهر شويه، فدايما بيختار الريسبشن الكبير، وممكن المبيعات يحددوا له ان الريسبشن الكبير ده ميزه جدا بقى وياخد حفلات واستقبالات وبتاع، بس احنا يعني اللايف ستايل بتاعنا بقى كله مشغول وما بقاش فيه الاستقبالات الكتير والعزومات الكتير. بالظبط، فالريسبشن ده بقى مكان متكهرب ما حدش بيدخله، الولاد ما يدخلوش عشان ما يتبهدلش ما يحصلوش حاجه، وفي الاخر احنا عايشين في اوض صغيره، زي ما نشوف في الشقه اللي هتتعرض دلوقتي هنلاقيها انها شقه 300 متر، الريسبشن بتاعها اكتر من ثلث مساحه الشقه، وبالتالي الاوض في الاخر 3 في 3، فانا عايشه في اوض صغيره جدا ولكن وسايبه ريسبشن كبير جدا للضيوف. فلازم اخد بالي من نقطه ان انا لما اجي اختار الشقه اختارها متوازنه، الريسبشن بتاعها حجمه كويس والاوض في نفس الوقت حجمها كويس، مفيش حاجه تبقى طاغيه على حاجه بالشكل ده. طيب اخصص مكان للليفنج ولا انت شايفه ازاي العميل يقدر يحدد حاجه زي كده؟ اخصص مكان للليفنج لو انا عندي عدد اوض كافيه كاوض نوم للاولاد خلاص وعندي اوضه زياده فبعملها ليفنج. طيب في احيانا لا، زي الشقه دي مثلا هي اوضتين نوم بس وبلاس ماستر، فانا محتاجاهم كاوض
اوض. بس عندي ميزه حلوه جدا في الشقه دي ان الريسبشن بتاعها حرف ال، فتقدري انك انت تستخلصي جزء من حرف ال ده وتعمليه ليفنج، ولا هي مقفوله كومبليتلي فاوضه مقفوله ولا هي مفتوحه فانت مبهدله الريسبشن كله. بتشوف ان لما يكون الريسبشن حرف ال ده حاجه بقى خلاص اتهدرت كده ومش مستخدمه؟ لا بالعكس، انا اقدر اخد الجزء الطرف بتاع ال ده واعمله الليفنج بتاعتي، ممكن يبقى عليه بارتيشن او باب جرار صغير، فاقدر اعمل ليفنج لطيفه جدا من غير ما ابقى هدرت الريسبشن ولا هدرت اوضه من الاوض. طيب هل العواميد بتبقى مشكله في قلب الشقق؟ يعني ساعات بتكون بتاخد مساحه وانا ما اقدرش العب فيها، وبتاخد مساحه من الاوضه، وبتاخد مساحه في تقفيل الفرنتشر. دي بصي بتبقى في اعمده قاتله، يعني زي الشقه اللي هنشوفها دلوقتي دي كانت شقه جميله جدا واخده فيو على النيل، ولكن كان عندهم في الريسبشن اتنين عمود كبار جدا مدورين نازلين في نص الريسبشن، فطبعا كانوا محددين القعده جدا، يعني مش من جنبها، مش هينفع من وراه او من قدامه، كان فرشها صعب جدا. بقى انك انت تقدري تفرشي ريسبشن حلو بالعمودين ضخمين كده صعبين جدا، فطبعا لازم نتفادى ده من ساعه الشراء، لان طبعا لما بتشتري بيبقى صعب التعديل كومبليتلي في حاجات خرسانات بالذات عاليه علشان تداري بالظبط، وفي الاخر هم طالعين مبوظين لك الشكل مهما حاولتي تعملي فيهم، فاحنا نحاول نتفادى ده من قبل ما نشتري. البلكونات دلوقتي الناس بقت تتجه انها تخليها جزء مميز جدا بيعبر عن شخصيه الكلاينت، في منهم بقى يعمل فيها لاندسكيب، في منهم بقى يعملها مغلقة يحط فيها كتب، في منهم بيعملها قاعدة عربي زي اللي احنا قاعدين فيها دي. بصي ان هي البلكونة ميزة تحفة انها تكون موجودة، لكن مهم جدا هي تكون بلكونة واحدة في البيت. ليه بقى؟ انا عندي مشكلة كبيرة جدا، في ناس بتروح تشتري شقق بيبقى في اربع بلكونات في الشقه، عمري ما هقدر اسيطر على الاربع بلكونات ان هم يكونوا بنفس الشكل، وده بياخد من مساحه برضو الشقه. في الاول في الاخر احنا محتاجين بلكونه تتعمل حلو جدا وتبقى هي اللي باصه على الفيو وهي دي المتنفس بتاعنا. فهنلاقي مثلا في صوره الشقه دي هي عندهم بلكونه واحده، الشقه كلها متناسقه مساحتها مع بعضها برغم انها 150 متر بس هي اصلا البلكونه مساحتها حلوه وكفايه متر مثلا او حاجه زي كده تبقى كفايه بالظبط. لكن ان انا اروح اجيب شقه وحد يقنعني يعني ان هي البلكونات كتيره هتلاقي نفسك مش قادره. البلكونات ولا لا؟ يعني انت شايفه انه الصح انه نقفل البلكونه ولا لا ما نقفلهاش؟ هو طبعا تقفلها بالالومنيوم لا بيضيع شكلها كبلكونه، يعني ما بتبقى خلاص ما بتروحش البلكونه. حبيت اعملها لاندسكيب مثلا واحط فيها زهور ونباتات، لو عملتها ستاره اكيد ممكن هتبقى شكلها مش حلو. مش حلو. وبعدين هو في بقى الازاز، هو في الازاز الفولدنج، الازاز السكريت الفولدنج ده بيبقى جميل، كوست عالي بس هو تحفه. طب البديل بقى لو احنا ما معناش الكوست لا، ما هو بصي الالومنيوم بصراحه بيضيع شكلها والستاير كمان هيضيع شكلها، يعني احنا نسيبها من غير هتبقى هوا احلى من او بقى الازاز الفولدنج بقى ونكلف. طيب هل ممكن اعرف اعدل في المعماري بتاعها علشان يتناسب مع احتياجات اسرتي، ولا مضطره ان انا خلاص بقى افضل على الوضع ده؟ بصي دي نقطه برضو مهمه جدا، ان انا لما بستشير مهندس ديكور وانا بشتري بيقدر يقول لي الشقه دي فيها متنفس ان انا اعدل ازود حيطه بقى هعرف اعدل فيها ولا لا. يعني نموذج شقه زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي هتلاقيها هي الشقه حلوه جدا، ولكن بصي شكل الطرقه في عامل فيها ازاي، واخد كسره كده حرف زد كده غريب وملتوي. للاسف الطرقه اللي بالشكل ده ما خلتناش نعرف نعدل في الشقه تماما، مش نافع تعدلي فيها معماري بالظبط، ومكان الحمام ومكان المطبخ هتلاقيهم محددين جدا، المنور اصلا في النص ما بينهم، فاللي هو مفيش، مش عارفه اوسع، مش عارفه اضم الحمام ده على المطبخ فاكبر المطبخ، لا انا مضطره المطبخ يبقى كده، مضطره ان الطرقه تفضل في مكانها، مضطره انها تفضل الثلاث اوض في مكانها. الاعمده ضخمه جدا في الشقه زي ما احنا شايفين في اوضه النوم الماستر فيها عمود ضخم جدا، فانت مش عارفه توسعي الاوضه دي ولا تضيقي الاوضه دي ولا تلعبي في اي حاجه، حتى لو لعبتي بالجبسن برضو في مش قادره، انت مش قادره، الشقه دي حكمكي جدا. فدي مثلا يا هتاخديها على عيبها كده وما تتعامليش فيها غير انها بقى بانتيريور وفرنيتشر وحاجات كده، يا اما لا ما تجيبيهاش. طب انت مع انه انا دلوقتي لو حبيت اشتري الشقه اشتريها نص تشطيب ولا تشطيب كامل ولا على الطوب الاحمر ولا اعمل ايه؟ بصي هو ما هو النص تشطيب اللي هو الطوب الاحمر، التشطيب كامل بيبقى دايما بيبقى تشطيب شركه. تشطيب شركه بقى مشكلته ان اغلب الشركات بتشطب كل الشقق على ستاندرد واحد، وعاده بيكون لو ستاندرد للاسف، يقدر يكسب عشان يقدر كمان يطلع كله، فبالتالي بتلاقي الدنيا الشقق الكهرباء بتاعتها مش كويسه، مش متاسسه كويس،
السيراميك ممكن يكون العميل السيراميك ممكن يكون عادي جدا فرز تاني وتالت وحاجات كده، مفيش الالومنيوم القطاعات اللي هي. خلينا نرجع لنقطه انه انا بقى اجيب النقاش بمعرفتي واجيب بتاع السيراميك بمعرفتي وانزل اشتري الحاجات بمعرفتي. لا. ولا اشتري لا ما انا لازم اختارها النص تشطيب افيد، لان في ناس بتاخدها متشطبه وبتكسرها كلها وتعيدها من الاول، فتكلفه التكسير وانك ترجعي تاني من الاول ده اكتر من انك تاخديها من البدايه نص تشطيب وتبداي تاسسي صح بقى. طيب ايه مميزات المطبخ المفتوح ومميزات المطبخ المقفول، وايه العمل بيهم في مصر مع المحشي والطشه بتاعت الملوخيه؟ بصي، هو المطبخ المفتوح طبعا ليه مميزات وعيوب. لو قلناها بسرعه قوي هنلاقي ان عيوبه هو زي ما بتقولي كده، الروائح بتبقى سارحه معانا. أيوة، في الشقه كلها. ايوه، بره الاجانب بيعملوا خضار سوتيه بيعملوا حاجات، لكن احنا يا جماعه احنا بنطبخ صلصه وانت بيوقفه بقى في المطبخ الضيوف ما دي بقى النقطه لازم بنتكلم فيها مع الكلاينت الاول. ليه بقى؟ لان انا الشخصيات في عندنا مرأة عامله ما بتعتمدش خالص خالص على الاكل. أيوة، بتاع أكل البيت كله من بره. بالظبط، اكل كله جاي نص سوا، جاي متجهز، بنطلع حاجه نحمرها نقليها في السريع. فدي طبعا بتتجه معانا اكتر للاوبن كيتشن. كمان لازم بننبهها لنقطه مهمه جدا، ان لو احنا هنعمل مطبخ مفتوح نعمله مفتوح على الليفنج مش مفتوح على الريسبشن، ودي بتبقى نقطه مهمه. ليه؟ ايه الفرق؟ ان هو لو مفتوح على الريسبشن طب ما هم الولاد وجوزها وكله قاعدين في الليفنج اصلا، فهي مفتوحه على الريسبشن هي برده ستيل لوحدها، بس هي كمان بقت مبهدله الريسبشن معاها. لكن ولو عندهم ضيوف هي بقى المطبخ كله مكشوف بالنسبه لها، لو مكركب بقى وده العادي دي هيبقى الدنيا مبهدله. طيب لو انا بقى مفتوحه على الليفنج، لا انا كده شايفه الولاد وهما بيعملوا الهوم ورك بتاعهم، فاتحين التي في وبيتفرجوا على حاجه وانا معاهم، ما حد بيتكلم في التليفون انا معاه. بلس بيبقى لطيف جدا لو اتعمل كاونتر بكراسي بار، فحد بيفطر بسرعه ما بهدليش الليفنج انه يروح ياكل عليها او يروح ياكل على السفره. يبقى مطبخ مثلا كلوز بس فاتحين، يعني يبقى المطبخ في طرقه كده بس فاتح نص الحيطه. يعني ده لطيف، اللي هو ايه، حاول ان هو يفتح على طرقه بس هي في الاخر مش قاعده مع حد، فهي برده مش مهدرة. مع افراد الاسره مهدره. كان ممكن الحته دي تعمل فيها مطبخ. انت بس اديتيها فيو اوسع سنه، لان هي برده قاعده ما بين اربع حيطان عدد ساعات كبير فهي مزنوقه. لكن هي لما بتفتح لها الحيطه من الثلاث، يعني الاربع حيطان بقوا ثلاثه بس، هي بتديها احساس انه اوسع شويه. لما بقى بتكون كمان مفتوحه على الليفنج بيبقى وصل لها التكييف بتاع الليفنج، فطبعا الحر اللي احنا فيه ده هيبقى هواء بالنسبه لها كويس. كمان هي متابعه الولاد، يعني شايفه مين بيعمل ايه، مين بيضرب مين، ومين بيتخانق مع مين، فبتبقى شايفاهم ألطف يعني. طبعا اي حد حابب يتواصل مع المهندسه اروى هتلاقوا ارقام التليفونات والفيسبوك والويب سايت بتاعها نازل معانا على الشاشه. طبعا احنا مفروض في عندنا اهم نقطه معظم المهندسين الديكور مش بيتكلموا عنها، وهي الحمامات. ولا الكلاينت. ولا الكلاينت. لا خلاص انا خدت الحمام تمام شكرا كده. دي هتكون معانا في حلقه قادمه ان شاء الله. بشكر المهندسة وبشكرك جدا على المعلومات اللطيفة اللي انت قلتيها لنا النهاردة، وهنستنى بقى الجزء الثاني الخاص بالحمامات في الحلقة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا. شكرا. هنخرج فاصل ونرجع لكم. بعد الفاصل ومعانا داليا النهارده هتعمل لنا اكل حلو. ازيك يا شيف داليا؟ ازيك يا سارة؟ عامله ايه؟ فندق كاتاراكت بقى هتبتدي تعمل لنا النهارده الفراخ الكنتاكي، وهيكون معانا ايه تاني؟ عصير الاوريو. قولي لنا بقى بقى الاطفال جدا. هنعمل فراخ الكنتاكي سهله جدا وحلوه جدا، والاطفال بيحبوها قوي وبيحبوا ياكلوها من بره، فبتبقى طبعا مش ضامنين ولا نظافه ولا تبقاش مستويه وما بتبقاش حلوه خالص. هنعملها في البيت دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه وانضف واحلى واوفر كمان من بره. معانا دبابيس دلوقتي الكنترول هينزل بالمقادير على الشاشه، وهنحط لبن رايب
لبن رايب بيطريها قوي بيخليها من جوه. احنا بنشكر والله الشيف والطاقم بتاع الفندق ان هو بيساعدنا ومتعاون معانا جدا عشان جداً الحلقه تطلع بشكل ممتاز. هنحط بقى بابريكا وحطيت توابل فراخ. معانا شيف ايه؟ اهلا بيك يا شيف احمد، ملح، منورنا. فلفل اسود، حط كده بصل مفروم، حط حوالي معلقه كده. الشيف بيساعدنا اهو. هنحط عصير ليمون. ايوه بس هنقلب بقى اي توابل بنحبها نحطها عادي. في ناس بتشتكي انها لما بتيجي تعمل الفراخ الكنتاكي بتفك الكفر اللي عليها ده عشان بتنزلها في زيت بارد، لازم الزيت يكون سخن كده. بس والله ساعات الزيت بيكون سخن برده بيكون كتير. طب ليه ما بتبقاش زي اللي بناكلها بره عند كنتاكي كده، تحسي ان هي بيبقى ليها فوليوم كده بره؟ هنعملها النهارده زي بتاع كنتاكي بالظبط. طيب بصي كده وانت بتبلها خلاص دي بتتساب كده في التتبيله حوالي مثلا 6 ساعات او قبلها بليله بتبقى احلى بكتير. هنتبل بقى دلوقتي ايه رايك يا داليا في سؤال الحلقه بتاعنا النهارده عن الاهتمام؟ اهتمام بايه؟ الاهتمام لما يكون مثلا اهتمام الراجل بمراته، اهتمام الست طبعا بجوزها، المشاعر، ايه رايك بموضوع الاهتمام ده؟ اكيد طبعا حاجه مهمه. يعني تفتكري بيفرق مثلا ولا بيكون ايه؟ اكيد اكيد بيفرق جدا اكيد. يعني ازاي ما الراجل ممكن يقول لك مثلا انا بوفر لها كل سبل الراحه، بوفر لها الماديات فخلاص بقى، لكن الاهتمام بقى التفاصيل بقى شكلها تفاصيل يومها، يبقى هو عارفه لماح كده. الاهم ان هو يهتم بيها اكتر من هو اي حاجه ثانيه. هو لو بيهتم بيها هي ممكن تسامح في اي حاجه ثانيه، لكن بيعمل اي حاجه ثانيه مش بيهتم مش هتسامح. مش هتسامح، فاهم ان هو يبقى فيه دايما كده من جوه في زعل. لا وعارفة يعني المشكلة ان هو ما بيهتمش، مثلا تلاقي معظم الرجالة مش بتهتم بأداء التفاصيل مثلا، ما بتاخدش بالها ويرجع يسألك يقول لك ده الست مش بتهتم بيا، أنا عايز أتجوز، عايز مثنى وثلاث ورباع. على فكرة الرجالة ما بيعرفوش من الشرع غير هي الجملة دي. لا قدم السبت هتلاقي الحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس. لا يعني عارفة ممكن تبقى هي والله بجد مثلا يعني ممكن مثلا هي تبقى مع الولاد وبتذاكر وبتعمل وبتشتغل ومجبره كمان انها تروح في البيت، يبقى كل حاجه على اكمل وجه، وهو بيبقى مفكر ان هي سوبر هيرو، فاهمه؟ اللي هو انت ولو مثلا حاجه من الحاجات دي تاثر فيها لا انت مقصره. مقصره، لكن هو عادي ليه، بس ان هو بيروح الشغل كده خلاص انت تعذريه طبعا. بصي هنحطها بقى دلوقتي بعد ما حطيتها في الدقيق، حطها في ميه ساقعه. بعد كده هنزلها تاني في الدقيق اللي احنا مبهرينه بنفس التوابل اللي حطيناها على الفراخ. ده كان دقيق ذره صح؟ لا دي عادي لو حابين دقيق ذره حطوا. دقيق الذره بيخليها منفوشه كده؟ بيخليها طبعا حلو. بصوا بعد ما نعملها كده نحطها بقى في مصفى او اي حاجه عشان ننزل اي دقيق زياده، وبعد كده على الزيت على طول. طب وانت بتبقي شايفه بقى من وجهه نظرك مين اللي بيبقى مظلوم اكتر، الراجل ولا الست؟ مين اللي يعني دايما متاخد حقه وجايين عليه؟ لا على حسب والله. بصي على حسب، في ستات بتظلم الرجاله. في ستات مفتريه؟ لا في بصراحه. بنبتدي بقى نشغلها كده. خلاص كده بقى نروح ننزلها بقى. بصي بس يعني ننفضها حلو قوي عشان تبقى الكفر بتاع الكفر بتاعها، وننزل بقى على زيت. طب انا ارجع ورا بقى كده عشان تيجي انت بالزيت. بصي الزيت يكون سخن قوي وعلى درجه حراره متوسطه ويكون غزير.
رجعنا بعد الفاصل ومعانا بقى الشيف داري هتعمل لنا الحلو عصير الاوريو فظيع. قول لنا بقى ايه المكونات. قوي لبن اوريو صوص شوكولاته كريم شانتيه كاكاو خام. بس هنعمل ايه بقى الخطوات بتاعته ايه في الخلاط؟ حلو عصير ده خلي بالك مفيد جدا للاطفال اللي بره بيبقى غالي جدا. حط اللبن الاول حط بقى الاوريو دلوقتي معلقه كاكاو خام نحط كريم شانتيه. ممكن نحط بدل الكريم شانتيه دوت ايس كريم براحتنا والسكر برضو حسب الرغبه. مش هنضربه جامد بس كده ضربه بسيطه. معانا كده كاسات حاطه فيها صوص شوكولاته كده بس تدي سهل جدا جدا. وفي نهاية حلقتنا بعد ما شفنا الفراخ الكنتاكي طلعت شكلها حلو جدا وهننزل بيها الكنترول هينزل بيها بالمقادير تاني معاكم على الشاشة ومعانا عصير الاوريو. اوريو ما خدوش معانا وقت خالص وسهلين جدا وحاجة نضيفة عاملينها في البيت وحاجة اوفر وحاجة بنعملها لولادنا. بشكرك يا شيف داليا واستنونا ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة.